تحت شعار تعزيز الوصول للخدمات العلاجية والرعاية الصحية لمرضى داء السكري، أقيمت فعالية توعوية وترفيهية بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري. شارك فيها عدد من الأطفال المصابين بمرض السكري في فندق الدمروز بدمشق. منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وجميع الجمعيات العاملة في القطاع الصحي تود أن ترسل في هذا اليوم رسائل تثقيفية لدعم المرضى السكريين ولتقديم المعلومات الكافية لأهمية علاج السكري لمنع اختلاطات هذا المرض، كما تقدم المعلومات للوقاية من مرض السكري. اليوم العالمي للسكري هو يوم تحتفل في جميع دول العالم، ومن هون نحن بلشنا نعمل نشاطات خاصة بهذا اليوم بحيث أنه نسلط الضوء على الطفل السكري أو على الأشخاص السكريين لحتى ما يحسوا حالاً أنه هن أقل من غيرهم. بصراحة الشخص السكري هو شخص طبيعي، الفرق الوحيد بينه وبين الإنسان العادي أنه بيأخذ إبرة الأنسولين أو الحبوب الفموية. هلأ اليوم حاولنا نجيب الأطفال لحتى هن يصير في اندماج وتعايش بهذا الوضع، ما بتتخيل فرحتهم وهن قاعدين، وحتى هن صاروا يحللوا لحالهم ياخذوا الابر لحالهم. جمعيه تنظيم الاستاذ السوريه دائما بتشارك بالفعاليات العالميه، وكجزء من مسؤوليتها المجتمعيه وكعم يعني كعملها كجمعيه، فنحن دورنا بالشباب يعني ينحصر بشكل عام بالمسرح التفاعلي اذا بدك، احسن ما انه نحن نلجا للاسلوب التقليدي او هو المحاضرات، فنحن انه بنروح لاسلوب تفاعلي جدا اللي هو المسرح بشكل عام. سكيتش بتتراوح مدته بين 3 لـ7 دقائق، هذا السكيتش بيفرجيك شو هو داء السكري، شو اعراضه، كيف نحن نتعامل معه، مثلا كيف الطب المنزلي يكون له دور، كيف الطبيب اللي احنا لازم نلجا له يكون له دور كمان. فبالتالي ركزنا كثير على طب المنزل اللي هي الكركديه واليانسون والبابونج بشكل عام، لحتى نحن بنقول هن مهمين، ولكن نحن اذا لجانا لموضوع الطب فهو افضل. الفعاليه تضمنت عرضا مسرحيا وفقرات توعويه وتثقيفيه صحيه حول مخاطر الاصابه بالمرض واهميه الكشف المبكر عن المرض والالتزام بالعلاج والغذاء الصحي والرياضة.